مشكله مشكله صاحبي. غفلنا فخامه الرئيس، غفلنا فخامه الرئيس، ولكن ما عندنا ما نديرو الخوت، ما عندنا ما نديرو. الغرب الله، الغرب الله اخي. لا اسمح لي السي علوش، على دابا هي تشاورت معانا، كيما قطعت عندنا الكازا هي قطعت عندنا الضو عادي. وشوف حنا ما عندناش مشكل انه نقولوها، والدليل هو انه ها انا خرجت في مباشر وكنقول لكم الدوله الجزائريه قطعت عندنا الكاز، مشينا حطبنا وقطعت عندنا الضو، وانت كتشوف احنا مظلمين. انا تليفوني لا تاع الكاز تاع الضو حتى يخرج سي تبون، سي تبون يقول لك طعن الضو عاد باه نامنوها ونشوفوها بعينينا. الكاز سي فري، احنا نطالب من فخامه الرئيس انه يخرج وغدا يعطينا تصريح يقول لنا شنو السبب ديال هذا. معليش معليش معليش، كل حاجه في وقتها مليحه. اسمع سي رضوان، اسمع سي رضوان، انتوما كتقولوا قلتوا كلش، قلتوا كلش، يعني جات غير في الضوء. قلتوا بلي سيدنا يونس مغربي، قلتوا بلي سيدنا ادم مغربي، قلتوا بلي تمثال مغربيه، قلتوا بلي تندوف والصحراء الشرق. اسمح لي معليش معليش، اعطيني اعطيني حق حق الرد. معليش زادوا في الجزائر، انت اللي كدوي، حنا ما قلناش في المغرب بحال الجزائر، ما قلناش القران انزل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في الجزائر، هادشي ما قلناش. ولكن حنا ماشي مشكلتنا دابا هو هذا، خلينا خويا الله يرحم باك، حنا اليوم غنفوتوا الخلافات اللي بيناتنا. حنا ما بغيتش ندير هذا باش نتكلموا على الخلافات، ما بغيتش نهضر على البوليتيك، كنهضر على هذه المساله ديال الضوء اللي هذا واقع اليوم نعيش فيه. اليوم الشعب المغربي بلا ضوء، النظام الجزائري طفى عنا الضوء، هبط الديجونكتور. انت راك تقول باللي طفى عليك الضوء سي رضوان، راك تقول باللي طفى عليك الضوء نظام جزائري كيما هكذا. اييه اش على الشمع سهله، ما عندكمش الشمع. وحنا من وراه هادشي اللي تيدير، ما سمعتيش قبيله كنقول لك بانه راه كان واحد الصف طويل عند مول الحانوت على 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 الشمع. الاخوان كاين شي البعض اللي قال لي بانه كاين طابور على الشمع. حنا ما عندناش مشكل نقولوا هادشي يا صاحبي، حنا كنفتخروا كنقولوها، ما عندناش المشكل.